النهارده بنؤسس جمعيه خيريه مشارك فيها اغلب تجار حي الضرب الاحمر اللي هو جزء من الغرفه التجاريه بالقاهره. حي الضرب الاحمر فيه نشاط تجاري على مستوى كبير جدا في كافه الانشطه، واحنا بنسميه معقل التجاره في القاهره، لان هو الداون تاون او الحي القديم بتاع الازهر والاماكن المحيطه بها سواء الجماليه او الضرب الاحمر او موسكو عبدين، اعتقد فيها نص تجاره مصر. لو كل حي من الاحياء استطاعت الرجال القادرين سواء بالجهد او بالفكر او بالمال ان هم يتجمعوا لحل مشاكل هذا الحي، هيتحل المشاكل بتاعه الحي. وده اللي احنا جربناه من سنه 2006. بدانا في حي الجماليه، انا ما عنديش فقير في الجماليه، ما عنديش عاطل في الجماليه من فضل الله سبحانه وتعالى. الحي عباره عن اسمين، الضرب الاحمر والجماليه. الجماليه في الحي طبعا في 45 جمعيه خيريه، اللي نشط فيهم تقريبا هي الجمعيه المصريه الخيريه لابناء الجماليه اللي بيتولاها الاستاذ محمد اسماعيل. قايم بدور كويس، عامل تضامن اجتماعي بيكفل حوالي 300 اسره او 300 وشويه، وعامل داتا بيس كويسه للمحتاجين من ابناء الجماليه. ليس العمل الخيري طرف وليس من قبيل الفانتازيا او التنزه او البروباجندا، وانما العمل الخيري اصبح الان امن قومي لمصر. يعني لو احنا ما اشعناش الخير في المجتمع وما مسكنا بايادي الناس اللي هي تكثر اعمالها الخيريه وينتشر هذا الخير للمجتمع بدون اهداف سياسيه وبدون اي اهداف دنيويه، لازم يكون ده هو الديدمون بتاع الناس جميعا. لو لم يحدث ذلك لسقط المجتمع.